مراجعة واستعراض لملحقات أو اكسسوارات جهاز النينتندو سويتش، منتجات مهمة جدا ولازم تكون متوفرة مع كل شخص يملك واحد من أجهزة النينتندو. تجربة استعمال يدة أو جويستيك خاصة بالنينتندو، وحنجرب بها أيضا ألعاب ماريو وغيرها من الألعاب، ونحكم عليها بالنهاية فيما لو تستحق الشراء أو لا. أنا أحمد العلي أرحب بكم بفيديو جديد ومراجعة لمنتجات مهمة للنينتندو سويتش. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعين الكرام من كل مكان. ويانا اليوم مراجعة واستعراض لمنتجات أو منتجين مهمة جدا لكل شخص يملك واحد من أجهزة النينتندو سويتش، سواء النسخة القياسية أو النسخة الأخيرة الأوليد أو حتى أي نسخة من النسخ السابقة. بداية وبصورة سريعة نبدأ مع الترابل باك، حقيبة التنقل والحفظ لجهاز النينتندو وملحقاته، واحد من أهم الأمور اللي لازم يهتم بها كل شخص مستخدم أو يملك جهاز النينتندو هو طريقة حفظه للجهاز، سواء بالبيت أو خارج البيت، وأهم شيء بالتنقل للخارج سواء بسفر أو غيره. لازم تكون وياك حقيبة تنقل لحفظ الجهاز بالدرجة الأساس، وحفظ كذلك بقية الإكسسوريز ملحقاته للنينتندو. عجبني هذا المنتج البسيط من شركة سبارك فوكس، طبعا هذا مو إعلان للشركة ولا شيء أبدا، كل ما بالأمر. ومن بداية شرائي للنينتندو بحثت عن أهم الملحقات اللي أحتاجها ويحتاجها كل شخص يملك جهاز نينتندو، وأول شيء هو حقيبة الحفظ والتنقل. فتعرفت على هذه الحقيبة، واللي جذبني إلها هو بساطة التصميم مع دقة التفاصيل والسعر المناسب. وأنتم أيضا شو وقت ما تحصلون على حقيبة الحفظ تكون بها المواصفات اللي تحتاجوها، فمباشرة أخذوها ومن أي شركة كانت. شركة سبارك فوكس تقدم منتجات عالية الجودة، فقررت أجربها بهذا المنتج. الحقيبة طبعا تجي بعدة ألوان، لكن أنا اختاريت هذا اللون الرصاصي تقريبا، فبالنسبة لكم تقدرون تختارون اللون اللي يعجبكم. وكل اللي يجي بالعلبة هي الحقيبة مثل ما تشوفون بتصميمها البسيط، والحقيبة بها عدة جيوب ومبطنة بنفس الوقت بكل الجوانب، فكونوا مرتاحين لأن ما راح تأذي النينتندو سويتش أبدا، لا من جهة الشاشة ولا من جهة الخلفية. طيب، الشيء الآخر المهم لمستخدمي أجهزة النينتندو هو الجويستيك الإضافية للعب، وأكيد ممكن استعمال نفس الجويكون اللي مع النينتندو كيدتين منفصلة للعب، لكن إذا كان الشخص يريد يكون احترافي أكثر ويتحكم بشكل أفضل فأكيد يحتاج يشتري يدة إضافية للنينتندو. الآن هذه اليدة هي الوايرلس برو كنترولر فور سويتش، ومن اسمها واضح أنه هي يدة لاسلكية مصممة خصيصا لأجهزة النينتندو سويتش. كل اللي يجي بالعلبة هو كتيب الإرشادات وكيبل USB من تايب C لشحن الكنترولر، وهذه هي الجويستيك بشكلها الرهيب وتصميمها المميز. مفاتيح تحكم كثيرة بها، بضمنها الأنالوجز والتريجرز ومفتاح التوربو. ومثل ما ذكرت فالكنترولر مصمم خصيصا للنينتندو سويتش، ويجي بها ماطورين كهربائية حتى تمنح المستخدم تجربة استخدام جيدة، بحيث اليد تهتز يكون بها فايبريشن أثناء اللعب وحسب الألعاب أيضا. الكنترولر تجي مع بطارية داخلية بقدرة 500 ملي أمبير، ممكن استعمالها حسب ما مذكور بالتعليمات لحوالي 20 ساعة من اللعب المتواصل، وفترة الشحن الكامل لها حوالي ساعتين فقط. ونوع الشاحن هو تايب سي، بحيث تقدر تستخدم نفس شاحن الموبايل الأندرويد الخاص بيك. الكنترولر يجي مع الأكسلروميتر والجيرو سنسر اللي يمنح تحكم حركي لليمين واليسار، والشيء الرائع بيها أنه مساحة التحكم أو المسافة بينها وبين جهاز النينتندو حوالي 10 أمتار. وللمعلومات أيضا فهذه اليد متوافقة مع أجهزة البي سي. من واقع تجربتي للكنترولر ما صادفتني بها أي مشكلة، بالعكس تماما حسيتها مريحة باللعب، لأن تخلي المستخدم يحس أنه ماكو فرق بينها وبين بقية يدات أجهزة البلاي أو الأكس بوكس، خصوصا لمستخدمي هذه الأجهزة حتكون مريحة أكثر باللعب، وتخليهم يحسون أنه النينتندو سويتش هو نفسه نفس أجهزة البلاي أو الأكس بوكس. طريقة الربط جدا سهلة على جهاز النينتندو، فقط بأول توصيل نحتاج ندخل على السيتنج الضبط ونختار توصيل كنترولر جديد ونشغل اليدة، ونضغط بعد ذلك على التريجرز لليدة بوقت واحد إلى أن يتعرف عليها النينتندو سويتش ويحفظها يمه، وخلص صار ممكن التحكم بالكنترولر الجديد على النينتندو حتى بوجود الجويكون عليه. اليدة مثل ما تشوفون بها أضوية LED تبين مقدار الشحن للبطارية وبعض الأمور الأخرى. الكنترولر صار له وياي فترة طويلة، جربت بيه كل الألعاب اللي عندي بالنينتندو سواء ماريو أو السيارات أو غيرها، فكانت جدا عملية ومريحة باللعب.
اليد أيضا قابلة للتحديث بحال وصل تحديث معين لأجهزة النينتندو حتى تصير متوافقة مع أي تغيير يطرأ على الجهاز. وللتحديث فقط نحتاج أن ندخل على الموقع التالي: الويب سايت www.jysync.cn/page/service. الكنترولر أيضا سمارت، فبالوقت اللي تتركها بدون استخدام لدقائق حتروح لوضع السبات، وممكن إعادتها للعمل بالضغط على مفتاح الهوم بضغطة بسيطة، بحيث مباشرة حتشوف إضاءة الليد تومض يمك. أيضا بالوقت اللي تكون طاقة البطارية قليلة حيوصلك تنبيه من خلال الإضاءة. وإذا حبيت ترست الكنترولر وتعيدها لبرمجة المصنع لأي سبب كان، فموجود مفتاح الريست بخلف اليد، تقدر تضغط عليه بأي وقت يعجبك. أيضا بالنسبة للشحن، تقدر تعرف أنه الشحن اكتمل على الكنترولر من خلال مشاهدتك للإضاءة تكون مستمرة على اليد، بينما بحال الشحن تكون الإضاءة تومض حتى تبين أنه ما زالت اليد تحتاج للشحن. طيب، هذه اليد تجي بسعر $34، ممكن صاعد أو نازل بعض الشيء اعتمادا على أماكن الشراء. هل أنصح بها؟ نعم بالتأكيد، كنترولر رائع ومريح باللعب، وسعره أقل من سعر يد النينتندو من نفس شركة نينتندو مع تقريبا نفس المميزات. الأشخاص اللي يحبون يكون التحكم وياهم قريب من تحكم أجهزة البلاي أو الإكس بوكس، أكيد هذه اليدة إلهم وخيارهم المفضل. الآن أتمنى من الأشخاص اللي سبق وجربوا اليدة أن يتركون تجاربهم بالتعليقات حتى تعم الفائدة للجميع. خلوني أعرف آراءكم بها وشنو أكثر شيء حبيتوه باليدة، وإذا كانت هناك عيوب معينة أو أمور ما حبيتوها بالجويستيك يا ريت تذكروها بالتعليقات. وخلص، هذا كان كل شيء ويانا. إذا كان لديكم أي سؤال عن هذه اليدة أو عن أجهزة النينتندو بصورة عامة، اتركوا أسئلتكم واستفساراتكم بالأسفل، وإن شاء الله نحاول نرد عليها سواء بالتعليقات أو بفيديو منفصل. هذا كان كل شيء، كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا على المتابعة، ونلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله. Just now.